توجد مقابر حيث كل بمكانها. هل وصلك هذا؟ لا، إنه اسم مناسب لك. ماذا الآن؟ ستنتظرين. اجلسي بجانب نيران المخيم واستريحي، وحين يحل الليل سنتحدث. على الأقل سيكون لدي نار بصحبتي. لطف منك أن تأتي إلى هنا. هدفنا الليلة هو تعطيل شبكة المصاليط. أجل، أخبرني بما لا أعرف. كيف؟ بداية عليك اختراق قاعدة الكسوف الرئيسية. لحظة، ماذا؟ هذا صحيح. لحظك أحضرتك إلى طريق خلف القاعدة من خلال هذا السطع. سترين مرادك بوصولك القاعدة. طويل العنق عدل بشكل فج. تسلقيه. في أعلى اسطوانته سوف تجدين وحدة من نوع ما. دمريها وستتعطل شبكة المصاليط. كنت جزءاً من الكسوف. لم أكن جزءاً من أي شيء قط. أخدم أهدافي الخاصة دائماً، لكن ثمة مرة ساعدت الكسوف قبل شعوري بالتهديد الذي أصبحه. كان خطأً، أفعل ما بوسعي لتصحيحه. ما المساعدة التي قدمتها لهم؟ اسلكي طريق الصدع. لديك أمور أهم من طرح الأسئلة. سيكون ضيقا. روبوتات مخترقة تتجول كالحراس. إنها كجنود مخزنة لحرب مشيكة. عليك تخطيهم. هذا طريق السهل. لقد قلت إنه الطريق الخلفي، لم أقل إنه سهل. Thank you.
انفجارات قريبة. لا تلقي بالا لهذا، هذا لا يهمك. ساعدوني هذا. لقد اقتربت إلى هدوء. طويل العنق فوق ذاك النتوء، سترينه حين تصلين للقمة. استعدي الآن للتصرف بسرعة، عليك الدخول وإنجاز المهمة قبل الإنذار. أترى هذا؟ أرى أقدام طويل العنق بالأسفل، لكنه مختفٍ. اللعنة، نقل جهاز الإرسال. تفقد يسار الوادي حيث قد يتواجد. المعرفة التي لديك هائلة، نحو الانفجارات. عظيم. لديك محاولة واحدة يا إيلوي، فكفي عن السخرية وأنجحيها. أترين الجسر فوق الوادي؟ أجل، تذكري مكانه، ثمة نقطة هبوط ستكون مخرجك. وجنود الكسوف؟ تجنبيهم أو اقتليهم، الانفجار سيغطي ما تفعلينه. جدي طويل العنق ودمري الوحدة أعلاه. بدأنا. تنفض الروبوتات بالقوة مشعة غضب الظل. أحلم حتى
قتال؟ لا، إنها عملية تنقيب. إن أسرعت لن تؤثر عليك. جيد، سر آخر. هذا الدرع لا يوجد سوى رجل واحد ليرتديه، هيلس. أهذا مأواه؟ ليس فاخرا. ما الذي تتوقعينه من الطرس؟ تطرفه الوحيد هو في وحشيته. إذا تعرفه. بما يكفي ليريد إيقافه. أليس الأسهل جر طويل العنق في هذا الاتجاه؟ لما التعب؟ فقط جديه وتسلقي قمته، دمري الوحدة ثم اخرجي بأقصى سرعة. الانفجارات هنا كثيرة، يبدون مشغولين. مشغولين كفاية عن ملاحظتك. أراه، لقد شيدوا بناء ما حوله. تسلقيه، كلما أسرعنا كان أفضل. لا يعجبني هذا، أشعر بشيء خاطئ. كل شيء هنا خاطئ، فقط صلي للوحدة ودمرها. أنا أرى الوحدة. جيد، كوني سريعة. هذا حادث؟ إيلوي، ليس وقتا مناسبا. ما هذا المكان؟ افتحي غلاف الوحدة الآن. إيلوي، نفذي كلامي وإلا ضاع كل شيء. الديان جاء إلى هنا. الديان قد قام بخطأ. الديان لا يستطيع تدميري، فأنا بعيد عنه. ربما أنت بعيد، لكن هذا لا! كان صعبا لكنك نجوتي. عرفت أن حادث هناك وأرسلتني نحوه.
لن أنكر أني خطرت بحياتك، كانت الطريقة الوحيدة. الآن بتعطل شبكة المصاليد سنحصل على ما نريد، دخول لأسرار البزوغ. لن أأتمنك على أسرار. جيد، لقد ازددت حكمة. الثقة هي للحمقى، تتبدل وتنهار كالرمل، وهي أساس ضعيف لأي شراكة. لكن المصلحة المشتركة، هذا حجر أساس صلب يمكن كلانا تشييد نوع جديد من الفهم. نحتاج لإجابات يا إيلوي، وبفضلك نوشك على الحصول عليها. في سانفول سنتحدث. أيها البائس، عليه اللعنة. لو أمكنني رمي المصلات والتخلص منك يا سايلنس لفعلت، لكن كلانا يعلم أني أحتاج إليه.